بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزتي التلميذات أعزائي التلاميذ، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم جيتكم في الحصة السابعة، حماية التربة والبيئة، دائما ضمن الوحدة الثانية، وحدة التربة، في مرجع منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. إذن الدرس ديال حماية التربة والبيئة الهدف منه هو تمييز بين الممارسات المفيدة للتربة والبيئة والممارسات الضارة بهما، واستنتاج أهمية الزراعة المستدامة. إذن بعد هذا الدرس سأكون قادرا على التمييز بين الممارسات المفيدة التي تفيد التربة والبيئة والممارسات الضارة التي تضر التربة والبيئة. كذلك سأستنتج أهمية الزراعة المستدامة، سنتعرف على ما معنى الزراعة المستدامة وما هي أهميتها. إذن دائما كما العادة نبدأ بالصورة ونص الانطلاق. إذن الصورة تبين لنا زراعة في المدرجات، يعني كيديروا المدرجات يعني على شكل صفوف. إذن النص ديال الانطلاق هو: خلال سفره مع أفراد أسرته لاحظ أسامة زراعات في مدرجات على طول الطريق بمنطقة جبلية، فسأل أباه عن هذه الطريقة في الزراعة فوضح له أهميتها بالنسبة للتربة. إذا خلال السفر ديالو مع الأفراد ديال الأسرة ديالو، أسامة شنو شاف؟ شاف مدرجات زراعية، يعني الزراعة بالمدرجات. إذا رأى زراعة في مدرجات على طول الطريق بمنطقة جبلية، إذا كيديروا هذه الزراعة في مدرجات. فسأل أباه عن هذه الطريقة في الزراعة فوضح له أهميتها بالنسبة للتربة. إذا هذه الزراعة بالمدرجات مهمة بالنسبة للتربة. إذا في نظركم ما هو سؤال التقصي الذي يمكن اقتراحه في هذا الدرس؟ إذا سهل جدا، هي: ما هي الطرق التي يمكن استعمالها لحماية التربة والبيئة؟ ما هي الطرق التي يمكن استعمالها لحماية ماذا؟ حماية التربة والبيئة. لحماية التربة والبيئة، شنو هي الطرق اللي ممكن ديرها في الزراعة ديالك، في الممارسة ديالك، باش تحمي التربة والبيئة. إذا كفرضيات يمكن اقتراحها هو مثلا: يمكن استعمال مدرجات أو الزراعة في المدرجات للحفاظ على التربة والبيئة، يمكن إقامة حواجز، يمكن الحفاظ على الغابة وغرس الأشجار للحفاظ على التربة من الحت والانجراف. إذا هذه الفرضيات. إذا كما دائما غادي نتحقق من صحة الفرضيات بإنجاز الأنشطة المبينة في أتحقق. إذا السؤال الأول: أحدد دور كل تقنية من التقنيات الأربع في حماية التربة بكتابة الحروف في المكان المناسب. إذا غادي نبين الدور ديال كل تقنية، هاد التقنيات هادو أربعة بهم، الدور ديال كل تقنية في حماية التربة بكتابة ماذا؟ بكتابة الحروف في المكان المناسب، يعني الحروف، كل حرف يدل على صورة أو يدل على تقنية تساعد في حماية التربة. إذا ألف: حماية التربة من الانجراف، واش كيكون عبر حواجز لمقاومة زحف الرمال، ولا مدرجات زراعية، ولا مصدات الرياح بصفوف من الأشجار، ولا عملية تشجير. إذا سهلة جدا، إذا المدرجات هي التي تساعد في حماية التربة من الانجراف. إذا ألف هنا. بالنسبة لباء: منع اقتلاع مكونات التربة، في نظركم أين هي الطريقة أو التقنية الصحيحة التي تمنع اقتلاع مكونات التربة؟ إذا هي مصدات الرياح بصفوف من الأشجار، إذا هي اللي كتمنع اقتلاع مكونات التربة. إذا 3 باء. بالنسبة لجيم: منع التصحر، فين هي العملية أو التقنية التي تمنع التصحر؟ جيم، إذا هي حواجز لمقاومة زحف الرمال، لأن الزحف ديال الرمال كما شفنا في الدرس السابق حصة عوامل حت التربة بأنه عامل يساهم في تصحر التربة. إذا جيم هي 1. وأخيرا: تثبيت التربة وحمايتها عبر عملية التشجير، إذا دال. الآن نمر للكيسيون 2. Je mets dans la case de chaque image le signe plus si la pratique est bénéfique pour l'environnement et le signe moins si la pratique lui est néfaste. Donc, شنو غادي ندير؟ غادي ندير قبل كل صورة
اما زائد او لا ناقص، بلس ولا موان. بلس غادي نديرها الا كانت هذه العمليه هذه كتنفع البيئه، وموان الا كانت هذه العمليه هذه انيفاست بالنسبه للبيئه، يعني سلوك غير جيد بالنسبه للبيئه. اذا نبداو بالصوره رقم 5، usage excessif des engrais minéraux، يعني الاستعمال المفرط ديال لي زونغري مينيرو. داكور، لي زونغري مينيرو الاستعمال المفرط ديالهم، واش هو سلوك مزيان ولا سلوك خايب؟ اذا هو سلوك خايب. داكور، يؤثر على التربه. irrigation par goutte à goutte، يعني السقي بنظام قطره قطره. داكور، اذا هو سلوك جيد. rejet des déchets sur le sol، الصوره 7 كتبين رمي الأزبال على التربة، إذا سلوك سيء أو سلوك غير جيد. دونك utilisation du compost، هذا الكومبوست شنو هو؟ هو داك روث الحيوانات، روث الحيوانات. إذا هو على شكل دبال، إذا هذايا كيساعد بزاف في نمو النباتات، إذا هو مهم بزاف للتربة باش كيجعلها خصبة وصالحة للزراعة. إذا بلس. الآن نمروا للسؤال رقم 3، أحدد مزايا الزراعة المستدامة بملء الفراغات بما يناسب البيئة، المبيدات الكيميائية، تناوب الزراعات، التنوع البيولوجي. إذا تقوم الزراعة المستدامة على إنتاج محاصيل زراعية دون الاعتماد على ماذا؟ إذا هذه الزراعة المستدامة شنو كدير؟ كتنتج محاصيل زراعية دون الاعتماد على ماذا؟ دون الاعتماد على المبيدات الكيميائية، يعني بلا ما نديرو المبيدات الكيميائية. المبيدات الكيميائية السامة، دونك هاد المبيدات الكيميائية تكون سامة، وكذلك بالنسبة للأسمدة المعدنية اللي شفناها هنايا، داك داك الأسمدة أها سامة بالنسبة للتربة. وتستخدم في هذه الزراعة تقنيات تقي ماذا؟ دونك هاد الزراعة المستدامة كيتستخدم فيها واحد التقنيات مهمة اللي كتحافظ على ماذا؟ على البيئة، البيئة، وتحمي صحة الإنسان، منها الحرث الجيد واستعمال السماد العضوي، وكذلك وتناوب الزراعات. تناوب الزراعات، مرة كنزرعوا القطاني، مرة كنزرعوا الحبوب، مرة كنزرعوا كل عام كنزرعوا فيها حاجة، يعني تناوب الزراعات. أو الدورات الزراعية والري المنتظم، يعني هذه الزراعة كتسقى باستمرار، مما يمكن من تحسين جودة التربة، التربة كتولي خصبة وصالحة للزراعة، والحفاظ على ماذا؟ والحفاظ على التنوع البيولوجي، البيولوجي، التنوع البيولوجي. الآن نمر إلى الملخص، استخلص. إذا لحماية التربة تستخدم عدة طرق، إذا باش نحمي التربة كنستعملوا بزاف ديال الطرق، منها الزراعة في مصطبات أو مدرجات، وإنجاز مصدات للرياح، وإقامة حواجز لمقاومة زحف الرمال وتشجير الأراضي. إذا هذه هي الطرق أو التقنيات اللي كنديروها باش نحميو التربة. للحفاظ على البيئة ينبغي تفادي جميع الممارسات الضارة بالتربة، إذا خصنا نتفاداو جميع الممارسات التي تضر التربة، مثلا رمي الأزبال، مثلا استعمال الأسمدة المعدنية والمبيدات الكيميائية، خصنا نتفاداوها. واعتماد الزراعة المستدامة، ونديرو الزراعة المستدامة، لاغريكولتور دورابل. الآن غادي نمرو للأنشطة ديال أطبق، جابليك. السؤال الأول، أبين تأثير الحرائق على التربة والبيئة. إذا أين يتجلى تأثير الحرائق على التربة وعلى البيئة؟ الحريق يؤثر على ماذا؟ إذن يتأثر الغطاء النباتي بفعل ماذا؟ بفعل الحرائق. داكوغ، دونك هذا الغطاء النباتي كيتأثر بفعل الحرائق، وخاصة ماذا؟ وخاصة الغابات، الغابات التي تلعب دور مهما في تثبيت التربة والحفاظ عليها. إذا الحرائق شنو كدير؟ كتأثرنا على الغطاء النباتي، وخاصة الغابات التي تلعب دورا مهما فين؟ في تثبيت التربة، كتثبت لنا داك التربة وكتحافظ لنا عليها. لا كيسيون دو، جيكري بينيفيك او نيفاست devant la pratique suivante. Donc غادي نكتب سوا بينيفيك سوا نيفاست، يعني بينيفيك هو سلوك جيد، ونيفاست هو سلوك غير جيد او سلوك سيء. rejet des déchets des usines sur le sol، يعني طرح الازبال
ديال المصانع في التربة، واش هو سلوك جيد ولا سلوك سيء؟ إذا سلوك سيء أو سلوك غير جيد، نيفاست نيفاست. داكوغ، وبهذا غادي نكون انتهيت من الحصة السابعة حماية التربة ضمن الوحدة الثانية التربة دائما في مرجع منهل النشاط العلمي. كنتمنى لكم كل التوفيق، زيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا يوصلكم الفيديوهات ديال الدروس المقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.